تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف شربيني موقف مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق والجاري تنفيذها بعدد من المناطق الصناعية بعدد أيضا من المدن الجديدة. شدد وزير الإسكان على ضرورة التواجد الميداني لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات على الطبيعة ولتذليل أي عقبات ولتقييم الشركات المنفذة ومحاسبة الشركات المتقاعسة، ولافتا إلى ضرورة التنسيق الفعال بين كل جهات الوزارة من أجل الوصول لنتائج محددة أهمها تقديم خدمة جيدة للمستثمرين والمواطنين ومراعاة المستوى الحضري بكافة المدن الجديدة.